صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. جايباكم معي لواحد الفلوج جديد، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومبروك عواشركم، تعطلت عليكم باش نقول لكم مبروك العيد، غيكون داز علي الوقت، ولكن المهم عواشركم مبروكه. نتمنى لكم اي حاجه زوينه تتمنوها في حياتكم. اليوم انا خارجه انا مهدي، غادي ندير واحد الفلوج. حنا دابا كندورو في الجابون، دايرين ان تور ديال اليابان كامله من الشمال للجنوب. عندنا شهر تندورو فيه على خاطرنا، فوصلنا لهذه البلاصه اللي كاينه في لو سود، تقريبا بعيده على طوكيو ب 1300 كيلومتر. وغادي نجيو لهذه البلاصه اللي فيها الاونسين، وفيها هذه البلاصه سميتها بيب، منطقه معروفه بزاف بالاونسين، داك المياه البركانيه بحال سيدي حراز، سيدي علي، ماشي سيدي علي، سميتها بحال وكلمه تاريخ توزايماس. قلت لكم هذه البلاصه ديال الاونسين، وسميتها هذه البلاصه هذه سميتها السبع، جهنم السبع، بحال غندخلوا السبعه ديال جهنم. الناس كيقلبوا على الجنه وحنا ندخلوا جهنم، ولكن باينه على جهنم زوينه. المهدي كيخلص هنا، وغادي نشوفوا شنو اللي كاين لداخل. دابا كيقول شوفوا هاد البخار كيفاش طالع من الارض. هاد المنطقه كلها قلت لكم بركانيه، وكيطلع منها الماء حامي، كيطلع منها الماء سخون سخون طايب. بلاصه هكا سياحيه، وفي الاخر غادي نجلسوا في ان اوتيل هنايا، نشبعوا مياه معدنيه. او سي جولي كيف غوي كيف بابا. مهم باش نقول لكم الناس اللي عارفين ولا اللي ما عارفينش بان الدول الاسيويه كلها كتمتع بهاد الطبيعه الخلابه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لان عندهم الشتاء في الوقت ديال الصيف كتكون الحراره، وكيكون كتكون الشتاء زعما داكشي كاع اللي كتبغيه الارض واللي كيبغيه كتبغيه الطبيعه كتكون عندهم. سبحان الله العظيم، الله هي رزقنا، حتى حنا عندنا جفاف عندنا، ولكن عندنا واحد المميزات عاوتاني اخرين في بلادنا اللي هما ما عندهمش. المهم هما البلاد ديالهم عندهم واحد الطبيعه اللي خلابه بواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. كنتمنىكم كاملين ان شاء الله تكونوا معايا. هانتوما هادشي علاش كيسميوها جهنم، حيت فيها جهنم، انا دايره بحال جهنم. هذا دابا كامل الما كينزل يطلع من تحت الارض سخون طايب. نحاول نوري لكم شي بلايصه، واحد الريحه هنا ما نعاود لكمش. ريحه خايبه ولكن زوينه في نفس الوقت.
المهم بالنسبة لهذا المنتجع السياحي فهو عاطي هذا البروغرام بأنك غادي تجي لهذه المدينة غادي تجلس في أوتيل، ولكن في نفس الوقت دايرين هذا اللي هما كيسميوهم جهنم، سبع جهنمات كتبقى الدور فيهم. فهو غير طريقة سياحية لهاد المدينة هادي، كيبغوك تدور في هاد البلايص هادو وتشوفهم، فهي ماشي جهنم، استغفر الله العظيم، هي غير بلايص هكا سياحية كتدور فيها كتشوف زعما الطبيعة شنو كدير، شنو كيفاش المياه كتخرج من تحت الأرض، وكيفاش كتعطي داك المناظر الجميلة الرائعة. جهنم ولكن جهنم زوينة، استغفر الله العظيم، ولكن جهنم زوينة. الله يرزقني ويرزقكم الجنات النعيم يا رب العالمين. بلاصة حمراء الماء فيها حمر، سبحان الله. شوف هاد البلاصة كيفاش دايرة، وهنايا هاد البيض المسلوق اللي ما عمرني ما كليت بحالو في الدنيا، فريمون كيحمق الطعم ما نعاودش لكم، لانه انا مسلوق في هاد المياه الطبيعيه. فهنا خدينا واحد البريك هكا تغدينا، كلينا غير شي حاجه هكا خفيفه، دجاج مقلي هكا شويه ديال البيض المسلوق، المهم حوايج اللي غادي يكونوا ما نقدروش ناكلهم الا في هاد البلاصه هادي. ما ولكن المهم كانت واحد الحاجة اللي غريبة، أن في اليابان عادي، ما يمكنش الناس اللي جاو هنا وزاروا اليابان ولا اللي دازوا من هاد البلاد هادي غيعرفوا بان اليابانيين مستحيل ان جود الناس يهدروا بصوت عالي هكا ولا. مهم كاين بزاف ديال الاجانب، كاين اجانب من الصين، كاين من تايوان، من تايلاند، من مهم الاجانب اللي من الدول الاسيويه كتار. علاش؟ لان اليابان في هذه الفترة الأخيرة ما غاديش نقول لكم أنا بأنها أزمة ولا بأنها شي حاجة اللي خايبة، المهم هادشي غنخليوه للناس ديال الاختصاص ديالهم. المهم اليابانيين نزل بزاف، فكاين بزاف ديال الأجانب اللي كيجيو، فأنا كنقترح عليكم بأن أي واحد
بغى يسافر لشي بلاد، وبالاخص الدول الاسيويه. فانا كننصحكم واحد النصيحه كبيره بانكم تجيو اليابان، لان هي الفتره الوحيده وزعما اللي الفرصه اللي ما غتعوضش، لان اليان الياباني نازل بزاف 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 هاد الايام. فإلا جيتوا لهنا غادي تجلسوا في بلايص اللي مخيرين، غادي ديروا الشوبين كيف ما بغيتوا وبأرخص أثمنة، فريمون حسن من أوروبا حسن من أمريكا، وغادي تستمتعوا بالوقت ديالكم وغادي تعرفوا الثقافة اليابانية. هذا ماشي إشهار ولا غير أنا، لأنني مدة طويلة 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 بزاف ما نقدرش نقول لكم شحال، ولكن كنقول لكم بانكم الا جيتوا اليابان هذه الفرصه ديالكم الوحيده. يقدر من بعد يطلع الين الياباني وتولي صعيبه بانكم تجيو لهنا، ولكن هذه فرصه ديالكم. اللي عنده شي امكانيه بانه يسافر، كنقول لكم بانكم راك غتستمتعوا بواحد الطريقه اللي جنونيه في اليابان. اللي بغى المانغا غيلقاها، اللي بغى لي زوتيل غيلقاهم، اللي بغى الامان والامن والامان غيلقاه، اللي بغى يدير شوبينغ غيلقاه. فريمون هذه هي الفرصه الوحيده ليكم. فاللي بغى يجي لاسيا، انا كنقول لكم من هنا بانكم غادي تستمتعوا في اليابان بواحد الطريقه جنونيه. فمرحبا بكم، مرحبا بكم، والف مرحبا. ね、85度だって。すごいな。ね。これと100円のバッグ。さすが。これ飲んでみる？ちっちゃいのもっぽいな。あれ